عمرك يوم تخيلت انك تحقق حلمك تقعد قدام الشاشة بس سرويا؟ هذا مش سيناريو فيلم، هذه الحقيقة. انا شوق احمد، عمري 22 سنة، كان حلم اصير رجل اعمال وصرت، لكن للأسف بعد الحرب غزة ما ضل اشي غير القصة اللي احكيها لكم. بدأت القصة عام 2002 من لما طلعت على هذه الدنيا، والدي الله يحفظه كان ممرض بيشتغل في المستشفى، كان بيسأل حتى نعيش حياة كريمة. فبيوم من الأيام قرر يستقيل ويروح للعمل الحر وأسس شركة آدم بأسواق غزة. سوري آسف، كانت بسطة آدم، ما كانت مجرد بسطة، كانت حلم كبير وأمل بيكبر مع كل يوم بصير. مرت الأيام ومرت السنين وصار أنا عمري 10 سنين، فكان والدي صاحيني الساعة 2 الفجر، يخدني معه على السوق، يقول لي تعال معي وأعطيك 5 شيكل، تقريبا 1.5 دولار كده. كان يضحك علي، المفروض أخذ 10 بس يلا. ما كنت بعرف والدي اللي كان يخدني معه على السوق. اشتغلنا 2 سنين على نفس الحال، بعدين قررنا نفتح أول محل إلنا. فرحنا كثير بدرجة لا توصف. ناس طبيعية بتحلم بالمستقبل، أنا وأبوي وإخواني، وبفضل الله وبعد تعب وجهد طال أكثر من 7 سنين تعمقنا بالمجال وانشهرنا وافتتحنا الفرع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أنا كمان مدرسة إعلام، فاستغليت مهاراتي وموهبتي في تطوير الشركة، عملت إعلانات ووصلت لجمهور أكبر من خلالي، لدرجة صرت أنا أقود الشركة. أنت متخيل؟ من بسطة لشركة فيها 6 أفرع وأكثر من 40 موظف. حققنا حلمنا اللي كنا نحلم فيه قبل 10 سنين. كبرت الشركة وصارت معروفة على المستوى المحلي، صرت أدير الشركة أنا والوالد وإخواني. فقررنا نحط هدف جديد ونوصل للوطن العربي. صرت مآمن إن كل شيء ممكن. حطينا هدف جديد وقررنا نفتح شركة آدم أونلاين. شركة آدم أونلاين كانت فكرة جديدة من نوعها لدعم صفحات الأونلاين. وخلال شهر 1 صرنا أكثر من 450 شخص. عائلة آدم كبرت، صرت أفتخر بنفسي، صرت عارف ليه أبوي كان يخدني معه على السوق الساعة 2 الفجر. شعورنا تحقق حلمك وعايشه شعور حلو صح؟ لكن شايفين كل التفاصيل هذه؟ شايفين كل التعب هذا؟ شايفين الحلم لوين وصل؟ الله يعوضك عوض خير يا شباب، الله يعوضك يا حبيبي. وما ضل اشي غير الرماد. راح قلبي معه، غير كل شيء. حرب اخذت منا كثير، اخذت من اهلي، من قرايبي، من جيراني، من اصحابي. يا الله صرنا بدون بيت، بدون شركة، كل اللي بنناه قدام علينا نهار. ما ضل شيء. بسم الله ولا بروكي. شعور انك تفقد حلمك وترجع للصفر من تاني، ولا شعور فقدان بيتك وفقد عائلتك اللي في ذكرياتك كلها تعب اكثر من 20 سنة، صدقني ما بتحمله الشخص العادي. أنا شاب بس من جوا عجوز، أنا رجل أعمال لكن بلا أعمال، من صاحب بيت إلى بلا بيت. هذا مش حلمه بس، هذا حلم ال 450 شخص اللي كانوا معي. لسه على أمل نرجع تاني، نبني ونكبر من تاني. في أحلام بغزة كثير مثلي وصارت رمال، لكن الأمل ما بموت، رح نبني الحلم من بين المكان. دعمكم ومساندتكم.